ماكو منصب سيادي بالدولة إذا ما تتدخل به مجموعة دول يلا يمشي. وهاي دلالة قوة يعني؟ صحيح هاي؟ هي طبعا صحيح هاي؟ هي طبعا زي. ليش إن شاء الله يعني مناصب العراق الثلاثة العراقيين هم يختارونها؟ هسا رئيس البرلمان فارغ صار بي رئيس البرلمان فارغ صار بي كل شيء ما صار وأعتقد وصلوا صارت قضية في إيران أحرجتهم حقيقة أحرجت الإطار وأحرجت السنة الرئيس الإيراني توفى الله يرحمه في 40 يوم نظوا انتخابات وفاز رئيس وشاركوا بيها تقريبا 60 مليون إيراني بأربعين يوم وإحنا رئيس مجلس النواب صار 8 أشهر دولة راكزة أي فشوية راح يستحون أنا أقول لك راح يستحون شوية يوم 9 بعد باكر راح ينعقد هذا استخدمت مصطلح غلط اللي هو يستحون راح يستحون ايه؟ والله ما عندهم خيار بعد ما بيها مجال عيب صار اصبح من المعيب ان دوله جاره بصفكم نظمت انتخابات رئاسيه باربعين يوم وانت صار 8 أشهر جيب هذا هذا ما اريده رشح واحد هذا ما يصير ارفع الجلسات عيب